بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طالبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الساينس على قناتنا ساينس أند يور فيرست ستيبس. معاكم مستر نادر إسماعيل، ويا رب دايما على الخير متجمعين. زي ما وعدت حبايبي إن أنا الدروس اللي هم بيشتكوا منها ويكلموني بإذن الله عليها أحاول إن أنا أبسطها لهم وأشتغل معاهم إن شاء الله، بحيث إن هو ده يذلل لهم حاجات كتيرة خلال الترم التاني. ويا رب دايما نكون مع الناس وواقفين معاهم كده، ويجعلوا في ميزان حسناتنا وحسناتكم بإذن الله. طبعا درس الطلبة كتير بتشتكي منه، ويبان صعب جدا ان انت تستوعبه بشكل مباشر الا اذا ركزت معايا كويس في اللي انا عايز اقوله. باذن الله رب العالمين هيكون الموضوع ابسط مما تتخيل، ابسط مما تتخيل. يلا بينا نبدأ الدرس اللي هو اكسوديشن ريدكشن، وده يعتبر بيز من البيزكس بتاعت الكيمستري، يعتبر طبعا امتداد لدرس اساسي وله امتداد هيكمل معاك ان شاء الله رب العالمين في الكيمستري فين في السينيور. احنا ان شاء الله النهارده هنقوله بطريقه لذيذه ومميزه، وارجو طبعا منك انك لو استفدت من الفيديو بتاعنا النهارده او اللايف بتاعنا انك تشاره لزمايلك كنوع من الاستفاده. على بركة الله هنبدأ، وركز معايا خصوصا في بداية الحصة، تمام؟ يلا بينا. بسم الله. احنا بنقول اكسوديشن ريدكشن رياكشن، جت منين الفكرة دي؟ جت من الاتحاد اللي بيحصل بين الهيدروجين والاكسجين. وركز معايا، انا قلت مثلا انا معايا دلوقتي H2 في النيتشر، وعايزة تتحد بالاكسجين، تمام؟ ممكن ان انا اعتبر هنا ايه الاكسجين كايه كبالانس بالشكل ده، تمام؟ اللي هينتج هنا طبعا اللي هو الكومباوند اللي هو سر الحياة بالنسبة لجميع الايه المخلوقات اللي هو ال H2O. حضرتك لو مركز معايا تقدر تعمل حوار مع كل ايه مع كل element على حدة، يعني ممكن تقعد كده مع الهيدروجين كده وتسأله سؤال، وبعدين بعديها بشوية تقعد مع الاكسجين وتسأله نفس ايه السؤال. فانت لو قعدت مع الهيدروجين مثلا قلت له انت في النيتشر علشان تتحد مع الاكسجين عملت ايه، قال لي انا علشان اجين الاكسجين، علشان اجين الاكسجين فقدت الالكترونز ايه بتاعتي. يبقى هنا مبدا الهيدروجين ايه ان هو علشان يجين الاكسجين عمل لوز للمين الايه للالكترونز ايه بتاعته، عمل لوز للالكترونز ايه بتاعته. ده حصل ازاي؟ ركز معايا. المفروض ان الهيدروجين اصلا الاكسديشن نمبر بتاعه كاليمنت بزيرو، اتحول لبوزيتيف 2، اتحول هنا ايه لبوزيتيف 2. يبقى اول معنى يوصلني ان لما يحصل لك اكسديشن لازم تعمل لوس للايه للالكترونز، زي ما حصل مع مين يا شباب؟ مع الهيدروجين. كأنه واحد مثلا ايه قلت له انت ايه انت رحت ارتبطت يا فالح، قال لي اه انا رحت ارتبطت. قلت له طب علشان تكسب البنوته الاموره دي عملت ايه؟ قال لي انا قدمت لها المهر بتاعها اللي هو بالنسبه لي فقدت ايه فقدت 2 الكترونز. يبقى هنا المبدا واضح، علشان تكسب اكسجين لازم تخسر ايه الكترونز. يبقى ده الايه الاكسديشن او المعاني اللي ممكن توصلني حاليا من معنى كلمه ايه اكسديشن. اكسديشن as a process، اكسديشن as a process. طيب الأمورة دي الحلوة دي لما تيجي بقى تعمل معاها حوار ازاي حصل engagement مع الهيدروجين، تقول له تقول لي كده ببساطة هو كان يقدر يرتبط معايا بلوشي، هو كان يقدر يجي يعني
انا كنت ممكن اجيله في المنام. قلت لها طيب عشان تعملي جين للهيدروجين يا حلوة، تمام، عشان تعملي جين للهيدروجين عملتي ايه؟ قالت لي بالضرورة لازم اعمل جين للالكترونز. يبقى هنا باينة اهي، يبقى في الطبيعة الهيدروجين كريم والاكسجين بخيلة. يعني ايه؟ يعني الهيدروجين لما بينجيج، لما بيرتبط بيفقد ايه الالكترونز بتاعته، عكس مين يا شباب؟ عكس الاكسجين، لما بترتبط تقوم مكتسبة ايه الالكترونز. طب ايه اللي حصل لك يا حلوة انتي؟ قالت لي انا كان الاكسديشن نمبر بتاعي زيرو اصبح نيجاتيف ايه، نيجاتيف 2. يبقى انتي دلوقتي حصل لك ايه؟ حصل لك ريدكشن، حصل لك ريدكشن. يعني ايه ريدكشن؟ يعني اكتسبتي ايه، اكتسبتي هيدروجين واكتسبتي الكترونز في نفس الوقت منه، اكتسبتي الكترونز ايه منه. يبقى ده اول معنى يوصلني فين في الاكسديشن ريدكشن. المبدأ يقول لك ايه؟ to gain oxygen you must lose ايه، you must lose electrons. والعكس برضو ايه، العكس صحيح، to gain hydrogen is to gain electrons. يبقى هنا اقدر اقول ايه؟ ان الهيدروجين والالكترونز ماشيين مع بعض والاكسجين ماشي ايه لوحده. مره كمان وركز، لان ده المبدا بتاعي دلوقتي في الاكسديشن ريدكشن. المبدا بتاعي بيقول ايه؟ ان تو جين اكسجين از تو لوز الكترونز. علشان ترتبط بالبنوته الحلوه لازم تدفع مهرها، يبقى لازم تفقد الالكترونز ايه بتاعتك. علشان البنوته الحلوه ترتبط بيك علشان تكسبك لازم تكتسب منك ايه الكترونز، لازم تكتسب منك ايه الكترونز. يبقى هنا ثبت معايا، ثبت معايا، الله يبارك لك، الله يبارك لك، ثبت معايا المبدأ ده علشان تستريح. gain oxygen lose electrons، العكس صحيح، gain hydrogen يبقى gain ايه الكترونز. خلي في دماغك ان الهيدروجين كريم والاكسجين ايه بخيلة. معايا في الحوار دوت؟ يبقى المبدأ دوت ممكن اعكسه بكل بساطة، ممكن اقول ايه؟ لو عملت لوز للاكسجين يبقى هعمل ايه؟ جين للالكترونز. اوقات الهيدروجين يزهق من الاكسجين، يجي يقول لها معلش انا عايز افك الانجيجمنت ده، اديني المهر بتاعي. تقول له مش مدي لك حاجة، انت تروح تاخده من ايه؟ من المنت تاني يرتبط بيا. يعني الاكسجين لازم يبقى معاها ايه؟ الالكترونز بتاعتها. معايا في الكلام دوت؟ حلو الكلام. طيب يبقى هنا المبدأ اهو ممكن اعكسه. ازاي يا مستر اعكسه؟ يعني انا لو اكتسبت ايه هيدروجين هكتسب الكترون، طب لو فقدت هيدروجين يبقى هفقد ايه الكترونز. هنا اكتسبت اكسجين فقدت ايه الكترونز. اعكس المبدأ هيمشي معاك، لو فقدت اكسجين هكتسب الكترونات اللي انا اديتها لها، لو فقدت اكسجين هكتسب الكترونات اللي انا ايه اديتها لها. يبقى المبدأ هنا ممكن نعكسه، طبعا ممكن نعكسه. ويلا بينا نشوف اكزامبل على الحكاية دي. تمام، معايا كيميكال رياكشن هيوضح لي اكتر الموضوع بتاع الاكسديشن ايه ريدكشن. بنلاحظ هنا ان انا معايا كبر اكسايد وهيرياكت شباب مع الهيدروجين علشان يديني ايه، يديني ووتر ويترسب معايا ايه الكبر الايه اللونه ريد. معايا في الفكرة دي؟ طيب لو انت بصيت معايا دلوقتي على الكبر اكسيد، اول حاجة بتميزه ان هو معاه اكسجين، عشان كده هسميه اكسيدايزنج ايه ايجنت. يبقى ده كده اسمه ايه يا شباب؟ اكسيدايزنج ايجنت. طب ليه يا مستر اكسيدايزنج ايجنت؟ لان انا عندي مبدأ يقول لك ايه، المبدأ بيقول لك ان ايه مالك الشيء يعطيه وفاقد الشيء لا يعطيه. دلوقتي انا بمتلك اكسجين يبقى انا اكسيدايزنج ايه ايجنت. طب الاكسيدايزنج ايجنت دوت يا مستر بيعمل ايه؟ اكيد هيلوز اكسجين، هيلوز ايه
اكسجين. طيب ما انا عندي مبدأ بيقول لك ايه، لوز اكس اكسجين يبقى جين الكترونز. ركز معايا، انت دلوقتي المبدأ بتحققه، بتحققه ازاي؟ ان على افقد اكسجين اكتسب ايه، الكترونز. طب ده معناه ايه؟ ان انا اتحولت من اكسديشن نمبر بوزيتيف 2 لاكسديشن نمبر 0 بالشكل دوت اهو. يبقى انا دلوقتي فقدت الايه، الاكسجين بتاعي، واكتسبت الالكترونات ايه بتاعتي. يعني كحوار يمشي ازاي؟ الكبر اوكسيد، الكبر زعم الاكسجين، قال لها الخطوبه بتاعتك دي منيله بنيله، انا مش عايز اشوف وشك تاني. قالت له في 60 داهيه مش عايز اشوف وشك. قال لها اديني الالكترونات بتاعتي لو سمحتي. قالت له لا، الالكترونات ايه اللي هتاخدها مني؟ انت تجيب حد تاني حمار علشان ارتسه ويحل محلك، خد منه الالكترونات دي. يبقى الالكترونات اللي اكتسبها الكبر هنا شباب مش جايه من الاكسجين، الاكسجين عمرها ما اتفرد فيها. الالكترونات دي جايه منين؟ من الفاكتور اللي جنبه، الايجنت اللي جنبه، اللي هو مين؟ الهيدروجين، زي ما هقول لك دلوقتي. تمام. طيب يبقى لو احنا رجعنا تاني، انا اكسيدايزنج ايجنت تعريفه ايه؟ تعريفه ان هو الايه، السبستانس اللي بتلوز الايه، الاكسجين ان كيميكال ايه رياكشن، ان اذر مينينج بتجين ايه، الالكترونز. طب هي اتحولت لايه يا مستر؟ اتحولت من كومباوند لايه، لاليمنت. يبقى الايه، التركيب بتاعها بقى ابسط، دي معناه ان حصل لها ريدكشن. يبقى التلاتة مترتبين على بعض. يعني دلوقتي انت فقدت اكسجين، يبقى بتوين براكت اكتسبت الكترونز. اكتسبت ايه؟ مهرك اللي انت اديته لها. يبقى اكتسبت مهرك ومشيت ايه، مشيت كده فرداني. اه مشيت فرداني، ما يهمنيش، انا احب الحياة الايه، العزوبية. انا الراجل احب ابقى ايه، ابقى حر. ابقى حر يعني حصل لك ريدكشن، يبقى الايه، التركيب بتاعك بقى ابسط. مش مهم، يبقى انا محلاها عشت الفلاح. اهم حاجه ان انا امشي ايه، امشي من غير ايه، من غير وجع قلب. خلاص الحمد لله من الاكسجين، وحصل لي ايه، ريدكشن، اكتسبت ايه، الحريه ايه بتاعتي، اصبح التركيب بتاعي ابسط. ده معنى ايه الريدكشن، ان الكومباوند يصبح مثلا كومباوند ابسط، او يصبح اليمنت زي ما حضرتك شايف دلوقتي. يبقى التلات حاجات دول مترتبين على بعض، مترتبين على بعض، متزامنين، او تعتبر كل واحده نتيجه للايه، للتانيه. عرفت ازاي؟ على الجانب الاخر بيبقى عندي هنا الهيدروجين. بقى الهيدروجين ده هيبقى اسمه يا شباب، هيبقى اسمه ريديوسينج ايجنت. طب ليه يا مستر؟ لانه هو بيعمل ايه، بيعمل، بيكتسب الايه، الالكترونز، بيجين ال، بيجين الاكسجين، بيجين الاكسجين يا شباب اللي فقده مين، الاكسيدايزنج. يبقى من معاني الريديوسنج ايجنت ان هو بيجين الاكسجين، ده احد المعاني. واحد يقول لي الريديوسنج ايجنت ده بي ايه، بيلوز الهيدروجين. اي نعم، ولكن ده معنى اخر هتشوفه في رياكشن تاني. انما هنا تحديدا سعادتك كريديوسنج ايجنت بتكتسب ايه، بتكتسب الاكسجين. اكتسابك للاكسجين معناه بالضرورة ايه؟ معناه بالضرورة ان انت ايه، هت ايه، هتجين ايه. طبعا انت حصل لك جين للاكسجين زي ما قلنا المبدأ، جين اكسجين لوز الكترونز. اعكسها، اعكسها عشان تفهم. الاكسجين عشان تتعامل معاه تعكس الايه، تعكس الفكرة. يبقى انت اكتسبت الاكسجين مش ببلاش يا باشا، انت دفعت المهر اللي مين دفعه، انت دفعت المهر اللي الكبر دفعه. امال الكبر خلع كده بلوش؟ لا، خد المهر بتاعه. يبقى هو الهيدروجين قال لك وماله، انا اشيل الشيله، خد يا عم الالكترونات بتاعتك. يبقى انت اكتسبت اكسجين، حاسب يا باشا على مهرها. يبقى هتلوز ايه، هتلوز الكترونز، هتلوز الكترونز. معايا في القصه دي؟ طب لو انت اكتسبت الهيدروجين هتبقى فرحان بايه؟ هتبقى فرحان ان الايه، اصبح دلوقتي انجيجد. انجيجد يعني اصبحت ايه، العمليه بقت معقده، اتنيلت بنيله. كنت ماشي في حياتك من اغنى الاغنياء، رحت مرتبط بايه، بحد هي ايه، خليك من افقر الفقراء. يبقى اصبح دلوقتي حصل اوكسيديشن،
اوكسيديشن. الاوكسيديشن ده معناه ايه؟ الاوكسيديشن ده معناه ان الكومباوند ظهر من ايه؟ من الالمنت، او حصل ايه؟ اكسبانشن بالاكسجين، حصل اكسبانشن بالايه؟ بالاكسجين. واضح هنا ان ريديوسنج ايجنت هو الايجنت اللي بيجين اوكسجين هنا، ان اذر مينينج بيلوز الكترونز او بيحصل له عمليه اكسديشن. نقدر نربط اتنين بتلاته، نقدر نقول الاكسديشن هي البروسيس اللي فيها بيحصل لوس للايه؟ للالكترونز، وريدكشن هي البروسيس اللي بيحصل فيها ايه؟ جين للايه؟ للالكترونز. طبعا انت بتكمل لان هي بتكمل بعضها، سواء انا قلتها او ما قلتهاش. يعني مثلا الاكسديشن بيحصل فيها لوز الالكترونز، ان اذر مينينج بيحصل فيها جين للاكسجين. طبعا هنا يبقى انت ريديوسنج ايجنت، يعني اختزلت السبستانس اللي قصادك لصالح ان انت ايه تخطف خطيبته، ويبقى حجمك ايه، او بيبقى السايز بتاعك كسبستانس ايه اكبر، حصل لك اكسديشن. يبقى اذا هنا الموضوع كقصة جميل جدا، مفيش فيه اي صعوبة. لازم تكون فاهم المعلومة دي، ان الاكسديشن كعملية بتحدث من ايجنت ايه عكس الايه اسمها، يعني اكسديشن بتحدث مع ريديوسنج ايجنت. يبقى هنا ريديوسنج ايجنت H2 حصل له اكسديشن، العكس صحيح، الريدكشن بتحصل مع الاكسيدايزنج ايجنت. ليه يا مستر؟ لان الاكسيدايزنج ايجنت لما فقد الاكسجين الايه حصل له ايه؟ حصل له اصبح ابسط ريدكشن، اصبح ابسط ايه؟ ريدكشن. خلاصة الكلام هنا ان العملية بتاعت الاكسيديشن وريدكشن بتحدث في نفس الزمن، يبقى هما عمليتين ايه؟ متزامنتين، بحيث ان الاكسيدايزنج ايجنت لازم يتفاعل مع ريديوسنج ايجنت، والاكسيدايزنج ايجنت زي ما انت شايف بيحصل له ايه؟ بيحصل له ريدكشن، فبالتالي تركيب الكيميائي بيبقى ابسط. اما الريديوسنج ايجنت بيحصل له ايه؟ بيحصل له اكسيديشن، فتركيبه الكيميائي يصبح اكثر تعقيدا. طبعا احنا النهارده ارجو ان احنا نكون بطريقه كده ما او بحكايه ما قدرنا نبسط الفكره بتاعت الاكسديشن ريدكشن. باذن الله رب العالمين هعمل فيديو تاني احل فيه تدريبات كتاب المعاصر على الموضوع، واعلمك ازاي لما تتحول من النيجاتيف للبوزيتيف اكسديشن، يبقى انت كده من البوزيتيف ساين ك سبستانس بيحصل لك اكسديشن، وازاي العكس من البوزيتيف للنيجاتيف ساين بيحصل لك ريدكشن. اتمنى ان الناس تكون استفادت من الفيديو، وباذن الله رب العالمين هنكمل في الموضوع ده، وباذن الله لو في اي مشكله هتواجه الطلبه باذن الله نكون موجودين معاهم. ان شاء الله هرفع الفيديو ده على القناه بتاعتنا، ويا رب دايما على خير متجمعين. كان معكم مستر نادر اسماعيل، شكرا لكم يا شباب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.